اهداف يعني كل ما الهدف بقى بدري بس تقدر هم كل دول. طيب خلينا بس ناخد المدير الفني لشبيبه الثوره الجزائري كابتن كريم الزاويه. كابتن كريم ازي حضرتك يا فندم؟ تمام محمد الله، اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام. اولا سعداء بوجود حضرتك معانا على قناه النادي الاهلي. حتى انا سعيد بوجودي معاكم. ربنا يخليك كابتن كريم. يعني فوز نادي شبيبه الثوره في مباراته الاخيره بعدد جيد من الاهداف، هل ادك ثقه لملاقات النادي الاهلي هنا في مصر في مباراته القادمه؟ نعم صحيح، احنا بعد فوزنا على سيمبا عندنا كل الحظوظ ان شاء الله باش نتاهلوا للدور الربع النهائي، وهذا الشيء حفزنا اكثر واكثر لملاقات فريق الاهلي، فريق القرن، فريق قوي جدا. احنا كنا حابين لو نتاهلوا الاهلي والثورة يتاهلوا في الاثنين للدور الربع النهائي. للاسف ده صعب يعني، هو يا الاهلي يا شبيبه الثوره يعني. نعم شبيبه الثوره تتربع على عرش المجموعه، لكن شيء ما راح يتم كل شيء في النهايه، لان عندنا مباراه فاصله نعم بين الثوره والاهلي المصري. طيب هل حضرتك اتفرجت؟ طبعا تابعت اكيد مباراه النادي الاهلي مع فيتا كلاب. هل هزيمه النادي الاهلي كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ نعم شفت المباراه في الشوط الاول، كان الفريق الاهلي كان قادر يسجل في الشوط الاول وكان قادر يفوز بالمباراه، ولكن لحد ما شافوش في الدقائق الاخيره تلقى هدف قاتل يخليه ينهزم في هذه المباراه. تمام، هتيجوا امتى بالسلامه ان شاء الله الى القاهره يا فندم؟ ان شاء الله، بارك الله فيك. هتيجوا امتى؟ يوم ايه هتيجوا ان شاء الله؟ نعم نجوا للقاهره يوم الخميس باذن الله. الخميس في اي غيابات عند حضرتك في الفريق ولا لا؟ نمشيو اسكندريه يظهر الايه يا فندم؟ الايه يا كابتن؟ نمشيو الاسكندريه هتوصل اسكندريه. هتوصل اسكندريه ان شاء الله. قول له عندك غيابات. الصفوف عندك مكتمله لفريق شبيبه الثوره؟ الغيابات الصفوف الغيابات مكتمله او هل هناك غيابات؟ نعم لا ما عندناش غياب، بس حبيت الفريق كل تحت تصرف الطاقم الفني. يعني تيجوا بالسلامه كابتن كريم، وان شاء الله تبقى مباراه جيده تليق ببلدين كبيرين الحقيقه سواء مصر او الجزائر. انا بشكر حضرتك.